السلام عليكم، انا سميتي ناديه، كنسكن في مدينه اسفي. انا مطلقه وعندي 3 ديال الوليدات. المهم اخوتي، انا جيت لكم اليوم بغيت نشكي عليكم ونطلب منكم المساعده. انا واحد الانسانه كنت خدامه على ولادي قبل كاع ما نجي لاسفي. كنت ساكنه في اكادير، كنت مزوجه، وفي هذيك الفتره ديال الزواج كامله كانت يعني دايزه عليا المشاكل بزاف، يعني بزاف ديال المشاكل. كنت انا عايشه في اكادير، انا كنت مزوجه تما وعايشه تما، وكنت انا كنخدم على ولادي. يعني انا كنت خدام على ولادي، خدمت واخا مزوجه. كنت في الفتره الاولى يعني شي 5 سنين الاولى كان يعني عادي، كنا عايشين بخير وعلى خير. من بعد على غفله تقلب عليا، حتى لدابا انا ما عرفتش السبب انه تقلب عليا وتقلب حتى على ولادو. يعني ما بقاش كيتصير، ما بقاش ما كيدياش فيهم. يعني هما كاع زعما كاين يلعب معاهم وداك الشيء اي، ولكن باش يصرف عليهم زعما، ولا داك الحنان ولا داك الشيء لا. هو معلم، كان هذيك الساعه معلم بناي. كيخدم ولكن ما كيصرفش نهائيا. انا اللي كنصرف، انا اللي كل شيء. كنت كنخدم في الاول في الميناج الدروج في اكادير، خدمت شي عامين بحال هكاك. عاوتاني كنت حسيت بظهري بدا كيضرني هذيك الساعه مع التكيه وداك الشيء والطلوع ديال الدروج، ما بقيتش قديت عليه. ودخلت لواحد وزين كاين تما في انزا ديال القيمرون وخدمت فيه حتى هو. المهم هذاك الوزين ديال القيمرون هو اللي كنت حامله به ولدي هذا الصغير، هذاك هو السبب باش انا ظهري صافي تعطب ليا من هذيك الساعه. صافي بقاو المشاكل بيني وبين راجلي بزاف، ملي ما بقيتش قديت كاع نخدم صافي ما بقاش تقبلني كاع بخطره. ما بقاش لانني كنت انا اللي كنصرف، انا اللي كل شيء، وما ما بقى يعني صافي. ما هو انا اللي كنت هز الدار، الربطه ديال النعناع ما كيجيبهاش هذيك الساعه. وصافي بقيت بحال هكا كنعاني 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 معاهم. حتى واحد النهار كنت مرضت، كانوا حتى العائله ديالنا ما مقبلينش انا المساله ديال الطلاق. كنت نعيط للوالدين ديالي ولا تيقولوا لي ما عندناش حنا البنات اللي طلقوا، صبري على ولادك. هو كيف ما قلت لك غير 5 سنين الاولى اللي كان معايا مزيان. من بعد دائما ملي كنعيط لدارنا تيقولوا لي صبري على ولادك. في الاول كانت عندي بنتي الكبيره كتقول لي صبري عليا حتى تكبر، بقات حتى تزادت الاخرى وحتى تزاد الدري. وهكاك بسبب ديك الكلمه ديال صبري على ولادك صبري على ولادك، بقيت كنعاني انا مع داك الراجل. حتى صافي وصلت لواحد المرحله انني ما عرفتش، جاني تسمم في والمصارون داكشي ضروني. جاني تسمم ملي مشيت للطبيب قال لي عندك تسمم، ما عرفناش من جا داك التسمم. المهم هذيك هي اخر مره فاش جابتني. صافي الوالده كانت حضرت ليا جابتني معاها. يعني انا من اسفي، هو اصلا ولد خالتي. صافي ملي جيت لاسفي بقيت في الاول العامين الاولى كان راجل اختي عاطيني فين نسكن غير فابور في هريه البيض. من بعد صافي هو بغى دارو، يعني بغى دارو، بغى يرهنا بغى يستافد منا، فهمتي. اصلا هو فاش عطاها ليا زعما بما ان تحركت وخدمت داك الشيء، مشيت رغم كل شيء مريضه وكل شيء، مشيت للفابريكا كنخدم فيها وتنخدم فيها ونخدم هاد الشيء شي 3 سنين بحال هكا 4. هاد الشيء فاش اخر مره نخدم في فابريكا صافي كنت وصلت لمرحله ما بقيتش كنقدر كاع نخدم. المهم هاد الشيء 3 سنين باش صافي ما بقيتش كنخدم في الفابريكا. كنت خدامه فيها، كنت كنخدم نهار ونجلس 3 ايام ناعس على ظهري. هانتو اقسم بالله جيتو على غفله، اقسم بالله كنعس على اللوح، قسما بالله على اللوح كنعس عليه. دابا نيت كنعس على اللوح باش نحس بالراحه. ما صافي كل شيء ظهري، ما عرفتش السبب. ان كنت مشيت بغيت ندوز غير الناس هكايا تعاونوا وعطوني 5000 ريال باش دوزت. ولكن عطاني سميتو ندير سميتو داك سكانير، ملي سولت لقيتو ب 22000. صافي ما عرفت راسي ما غنديروش وصافي تجلست. صافي بقيت بحال هكا انا وولادي كندردفو، اقسم بالله العلي العظيم الا عايشين واحد العيشه راه الله ربي اللي عالم. ما عمرني كنت كنتوقع انني نعيط لشي حد ولا نطلب مساعده من شي حد، ولكن وصلت بيا لدابا. لان بقى قل من شهر والمدرسه قريبه، قل من شهر وما عنديش باش نخلص 3000 درهم ديال النظافه، والمدرسه بعيده على الدراري على ولادي هنايا، وبزاف ديال المشاكل عندي. وبات ولادي مخرجين ليه المحكمه، مخرجين ليه 27000 الشهر. والله قسم الا الى غير الا تفكرهم مره في 6 شهور يصيفط لهم 10000 ولا 14 مره في 6 شهور، اقسم لك بالله العلي العظيم.
الا هادشي اللي واقع. ما كنخدمش بخطره، ما كنخدمش. انا قلت لك الشقه ديال الدار ما كنقدش عليه، الا عاد تكيت شطبت صافي كنوض نكوانسي من داري، كنعس على اللوحه باش كنرتاح وصافي. لحني الله رحيم، لحني الله رحيم، قسما بالله. من فوقاش انت راه هنا دابا؟ عامين. عامين ابي 2000 درهم و 3000 درهم نظافه. 3000 درهم اللي خصني نعطيها كل عام، كل عام فاش يوفر راه خصني نعطي ديك 3000 درهم. ودابا بوات ولادي غير الصباح ثاني هضرت معاه تيقول لي انا ما عنديش مريض، ما بقيتش قاد. هو فعلا دابا مريض، راه كنقول الصراحه ما كنكذبش، ولكن قبل كان واخا عنده ما تيعاونناش. العام اللي فات عطانا خلص لي النظافه، ولكن هذا العام قال لي راه ما عنديش، تسيري دبري. هو في اكادير. لا ما متزوجش، هو كان مطلق واحد السيده قبل ما يتزوج بيا انا، وعندو ولادو كبار. هادوك ولادو هما اللي شادين الدار دابا وجالسين تماكن، وانا ولادي مشردين، وهما ولادو خدامين كلشي مزوجين. واحد راه خرج راه سكن بوحدو ومرته، والاخر راه جالس تما هو وامه، وانا ولادي مشردين. انت فاش جيتي لهنا يعني واش جيتي عند والديك؟ كتجيت عند الوالدين ديالي، وقلت لك عطاتني اختي بيت في السطح في دار راجلها، عطاني واحد البيت في السطح وبقيت فيه شي عامين بحال هكاك. وصافي من بعد هو بغى البيت ديالو وعطيته ليه وجيت هنايا. شحال دابا ديال الوقت وما بقيتيش كتقدري تخرجي تخدمي؟ لا شي 3 سنين ولا اكثر ولا 4 اللي ما خدميت الخدمه ما كنخدمش. دابا اللي شافني بحال هكا نخرج نتسخر وكل شيء، يعني ماشي ما كنتحركش انا على الخدمه. ما بقيتش نقد نخدم حتى الشقه قلت لك ديال الدار ما كنقدش نشقى. من مورا الطلاق يعني كنتي كتخدمي ولا لا؟ كنت من ورا خدمت في الفابريكا، خدمت عند واحد السيده في حي وريضه، ثاني خدمت عندها في الدار وما بقيتش قديت. يعني كنخدم عندها وكنتحرك، ملي كنجي للدار صافي الليل كله كنبات كنبكي وكنتحرك بظهري الليل كله. وهكاك في الفابريكا لانني عارفه راسي ما كاينش اللي يهز ليا ولادي، شكون يهزهم ليا؟ الموت بالجوع. كنت كنمشي واخا مريضه كنمشي كنخدم، ولكن دابا وصلت لواحد الحد ما نقدش نخدم. اقسم بالله الا ما كنقدش نخدم راه الله العالم بيا، وما عنديش حتى باش ندوز باش نعرف راسي اش عندي، واش عندي سياتيك ولا عندي الاخر. فوقاش درتي هاد السكاني دوزتي الطبيب؟ شحال هادي شي 3 سنين ولا من هذيك الساعه صافي ملي عطاني الطبيب قال لي ديري سكانير. مشيت هذيك الساعه سولت غير على الثمن، ملي عرفت 22000 ريال صافي عرفت راسي ما عمرني غنداوي. وصافي لحت الورقه، اقسم بالله لحت الورقه شرقتها، ولا حتى عرفت راسي ما غاديش، ما كاينش غيعقل عليا ولا يداوي. دابا الصحه ديالك ديك الساعه ما شفتيش يعني والديك شي واحد اللي قريب؟ لا حتى هما مساكن ما عندهمش، والديا حتى هما ما عندهمش. دابا الوالد الله يرحمه والوالده راه كتسكن في حي الرمل بوحدها هي وخويا صافي، وخواتاتي كلها راه مزوجات كلها وبلا هي في دارها. كي دابا كيفاش كديري اذا كتصرفي يعني هاد السنين هادي كيفاش كديري؟ كنصرف مره خالتي تعطيني 100 درهم، مره اختي تعطيني 100 درهم، مره الوالده تعطيني 50 درهم. غير هكا عايشين بالبركه 3 سنين وانا بحال هكا، قسما بالله الا 3 سنين وانا هكايا كتوصل بينا لواحد الدرجه اللي ما كنلقاوش حتى انا باش نشروه. الدقيق دابا الغبره تاع الدقيق دابا نوض قلب وشوف، قسما بالله غبره تاع الدقيق ما كايناش. كيفاش كديري في الاعياد؟ في الاعياد ديما ما كنعيدوش، كنعيدوش ولادي كيمشيو لباهم في العيد الكبير، كيمشيو لباهم وانا ما كن انا كنعيط، انا كنصيفطهم. هو اللي كيخلص لهم ترونسبور ولا انت؟ لا ما نكذبش، هو اللي كيصيفط لهم باش يمشوا، كيصيفط لهم باش يمشوا، ولكن كيمشوا عندهم صافي العيد الكبير صافي. يعني بزاف ما كاين كيشوفوا باهم؟ لا كيجي هو يا بعض المرات لدارهم، حيت دارهم ما في كوكي، وكيديهم يومين ثلاث ايام وكيجيبهم عاوتاني في الفترة اللي كيكون جالس، كيدي ولادو كيشوفهم. شحال كيشوفهم مرة في العام تقريبا؟ بحال جوج مرات تقريبا، مرة في العطلة الكبيرة كيمشو هما، وبحال في رمضان هو كيجي هنا لدارهم في رمضان. دابا هو الأب ما
هاد الاب كيقول لا صافي لا ما كيعاونيش نهائيا، ودابا كثر دابا كيقول لي انا مريض وما بقيتش نقدر نخدم بحكم هو كبار مني بزاف، يعني دابا راه عنده شي 66 عام، يعني هو انا دابا شي 45 بحال هكا. المده ديال الزواج ديالكم 17 عام، فقط 5 سنين هي اللي كان معايا مزيان في الاول، والاعوام الاخرى كلها انا ضرب التمر وتكرفست وبكيت وشحال، وصلت بيا لدرجه شحال شي حوايج اللي الله اللي عالم بهم قسما بالله، كنت ما كنلقاش فين نمشي، ملي كنعيط للوالدين كيقولوا لي بقاي تما ما تجيش عندنا، ما عندناش البنات اللي طلقوا، توصل بيا لواحد الدرجه كنعود خارج الزنقه وكنبكي ما عنديش فين نمشي، وملي كنجي عندو كيقول لي بعدي مني خرجي عليا. يعني هذيك 17 عام صبرتها بان كنخدم وكنجي للدار كنلقى كيدير معايا بزاف د الحوايج خايبين، البوطه يكرزها عليا بزاف باش ما نحلهاش نطيب راسي، بزاف د الحوايج، كنت كنكون حامله ونتصحر باتاي ونفطر باتاي قسما بالله. لا انا ما كنعرفش نعاود داك الشيء، الا جيت نتفكر داك الشيء بالتدقيق داك الشيء كثير ماشي ديال مستحيل تقول هذا انسان. انا كنتمنى من المغاربه يعاونوني يوفروا لي غير بيت، يكون ديالي، بيتي يكون ديالي، بيتي يكون ديالي، ما نبقاش نفكر في النظافه قسما بالله، بيت واحد بغيت بيت يعطوا لي شي محسنين يعطوه لي، ما نبقى نفكر لا في النظافه لا والو، راه انا كل عام في مرض، واخا العام اللي فات خلص لي هو النظافه بقيت كنخمم لهذا العام شكون يخلصها لي، حيت كل عام كنخمم شكون يخلص لي النظافه. شحال ديال الوقت وخاصك تخلصيها؟ دابا في شهر 9 قربت، ودابا المدرسه قريبه للدراري، يعني طول المدرسه كرفتني ما كيفاش كديري الكتوبه، الله اللي عالم عليا الكتوبه تاع انا غير الناس. لا ما كاينش المحسنين، لا ما كاينش المحسنين غير لا بحال كعائلتي، وما بقيتش قديت نقول عليهم حيت عارفهم ما عندهمش، لا ما كنعرف لا محسنين لا حتى حاجه، وعائلتي نعرفهم ما عندهمش مساكن حتى هما، وتيتعاونوا معايا مره ولكن قهرتهم، فهمتي قهرتهم ما عندهمش قهرتهم، وانا ما بقيتش رضيت نقول ليهم عطوني، ما كنقولش ليهم اصلا والله ما كنقول ليهم، على جاوا على غفله ولقاونا ما عندنا حتى حاجه، كيتعاونوا معايا 50 درهم 100 درهم هذا الشيء، يعني كي غدير 100 درهم لا صرفتيها كتمشي هذيك الساعه، وكنجلسوا ثاني بحال هكا كنجلسوا. انا مش كنتمنى بيت قسما بالله، لا تمنيت عبيت واحد يكون ديالي، وحتى حد ما يجي يقول لي خلطي لي لا الكرا ولا النظافه ولا حاجه، ما نبقاش نخمم فيها حيت دات لي صحتي، دات لي صحتي من غير بزاف بزاف. باقي صغار البنت هي عندها 14 عام، والوليد هو عنده 10 سنين، والبنت الكبيره عندها 20 عام، حتى زعما كاين الخدمه هنا في اسفي داكشي، بنتي دابا شدت الدبلوم سكينه في كونطابيليتي وما كايناش الخدمه، ما خلينا في دفعنا والو، بغات تخدم تعاونني ما لقاتش الخدمه ما كايناش التليفون ديالي.